السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله ومرحبا يا أخي. دعمهم قوي مرة الحمد لله، لدرجة أن الإدارة قالوا بالتحديات اللي بينك وبين وسيم نبغى نعطي المتابعين جوائز خاصة، وحنا لنا برضه بعض التحديات جوائز وعقابات فوقها عقابات. بس شوف اسمع بقولك حاجة، أول كنت ألعب كثير أنا استهبال، الحين مدام في جوائز وضع الجد فعال، أهم شيء ما تسرق ما تروح ما تجي. لا يا حبيبي أعوذ بالله، كل شيء تمام، كل شيء بالحلال إن شاء الله. التحدي الأخير سوينا سحب على جوال وما شاء الله تبارك الله أكثر من 20,000 واحد خلوا السحب، والآن نقول بسم الله مبروك مشاري سعد من الدمام، مبروك مبروك ميشو تستاهل مبروك. وسيم ما شاء الله تبارك الله مهتم بالأكل الصحي، دايم قبل اللعب لازم انه يصير نشيط ما شاء الله تبارك الله، بس سبحان الله دايم انا افوز عليه سبحان الله. ايوه كمل. بسألك وسيم بما انك انت يعني مهتم بالصحة بشكل كبير جدا، هل الصح ان الواحد ياكل تمر قبل التمرين ولا اثناء التمرين ولا بعد التمرين؟ شوف التمر تقدر تاكله في اغلب الاوقات، لكن الافضل انك تاكله قبل التمرين مباشرة، او احيانا في وقت البريكات خليه زي سناك البسيط لي عشان يعطيك طاقة زيادة، خاصة انه فيه معادن وفيتامينات صراحة مرة مهمة، ويعتبر أصلا بديل كويس للحلويات، لأنه في ناس كثيرين رياضيين قبل ما يجي التمرين يأكل حلاوة يأكل أي شيء، هذا أفضل بكثير، وخاصة أنه في مصادر سكر طبيعية مرة كويسة ومفيد جدا للأطفال. وإذا أنت كنت جيمر حاول تخلي التمر هو السناك حقك بدال الحلويات الثانية. يا جماعة ترى مو بإعلان لمنتج تمر، لا، المركز الوطني للنخيل والتمور مسوين مبادرة جدا جميلة اسمها اقدع، يعني كل تمر حاول انك تكثر من التمر اكثر من الحلويات. صراحة نحتاج هذه المبادرات اللي فعلا تفيدنا احنا كرياضيين وتفيد كل المجتمع. صحيح، واول خطوة بإذن الله بنسويها بنطبقها في الأكاديمية ان شاء الله. يا سلام، هذه مبادرة من وسيم بإذن الله بنطبقها بالأكاديمية ونصير ناكل تمر قبل التمرين بالأكاديمية إن شاء الله. بالعارضة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله مرحبا. تذكرون تحدي الأقماع مع 5 المرامي؟ المرة هذه غير، المرة هذه إذا صقعت القمع هذا العكس، المرمى اللي هناك، إذا صقعت القمع اللي هنا المرمى الثاني، اللي بالوسط الوسط، وهذا المرمى اللي هناك. جاهز يا وسيم ولا لا؟ جاهز جاهز. ترى فيه جوائز وعقابات، هنا كلها جوائز وعقابات، بنسوي كذا، الفائز هو اللي بيسوي ما يدري، يمكن يفوز وياخذ جائزة، يمكن يفوز ياخذ عقاب. الحمد لله اني ما اكل تمر الحين. اللي يجيب 3 هو الفائز، زي ما قلنا لكم ترى الجوائز في اشياء لنا وفي اشياء لكم، ترى في اشياء خرافية تبون تشوفونها يا حبيبي. يلا شوت بالنهاية بالنهاية. يلا شوت. جاهز يا وسيم؟ جاهز اكيد. يلا شوف التحدي هذا. ها الحمد لله العارضة، الحمد لله. يلا يلا اوريك الحين، كويس اني فهمت البداية. كمل تصوير كمل تصوير. الحين الحارس بدون يدين، وش رايك؟ يلا بدون يدين. ها لا تقولي بلا الباب كبير عليكم دشوا، بصدق بإذن الله. كانك خايف من البداية، شوف كيف. بس شوف يا حبيبي انا قوي بالنص، قوي في النص، شوف الحين ان شاء الله. برا يو 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 يو. ماله ماله ماله، واحدة بواحدة. الجوائز حلو، الجوائز لي ان شاء الله، نشوف ان شاء الله مين الجوائز. انا اذا اخذت ممكن اهديها لكم، ممكن يعني افكر اذا اخذت. ها انا بشوف وش الجوائز اللي باخذها. شوف شوف حركاتك انا عارف هذه. العب ايوه ايوه، ابغى احطها في اخر الزاويه عشان ما ينحك. والله جاي لك حافظ حركاتك، اعرفها انا، اعرفها زين. الاجواء حلوه صح؟ حلوه. جوائز حلوة. الذكاء يا الله، يا الذكاء يا الله، يا الذكاء. ها ما طاح، لمس لمس ولا ما لمس؟ قال يا حبيبي لمسه، الشرط انه لمسه. لا لازم يطيح. 1-0 بس انت الموضوع. وش والله غش، اوريك الحين. ها ايش فيك؟ قاعد تفكر كثير. ايوه
قلت للمصور لا تقول واحد اثنين ثلاثة بصوت عالي. لا شايفة شايفة لا تسوي نفسك ذكي شايفة. جاهز؟ جاهز. شو التكتيك الحين؟ يا التكتيك والله التكتيك نايم دائما التكتيك في دائما احلى من الواقع. وسيم بالله تسوي لي تمرين شخصي بالشوتات بالله تكفى نصيحة لا بس تعلم كيف تسطع كورة. ايه يا وسيم ها ولا انا شك خف توني ماشي تروح يمين شيء حسب الكورة ذيك تدخل انا حسبت تروح يمين بسم الله ايوه ايوه قاعد تتشمس علي قبل شوي صح لا لا خرب علي ذا شوف الهدف ان شاء الله برا 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 يا الله برا يا الله شوف المهارة هذه يا الله فهمتك بسقع... والله فهمتك بس قاعد قمع صح اوكي اوكي يلا يلا بس روح روح شكرا وين 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 لا لا حبيبي لا 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 وين وين لا 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 حقة القمع يا ذكي الثاني هي الهدف ها وشو اثنين واحد تلخبط والله فكريا تجي صدق والله لان الكره الثانيه هي اللي تشوت والله صار ذكي في هذه مسوي نفسك انت ذكي صح يلا ورني علمك الحين تضحك علمك اي اي جديده ذي علمك تضحك واضح انك تبي الجوائز والله مو هدف جول اي 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 مو جول 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 متاكد 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 انه مو بجول مو بجول خلينا نشوف الفار نشوف الفار صدقني ان شاء الله بعدين فاقع الجوائز ها تبي الجوائز بالي فيها صدق الشوت اللي قبله شيء الوسيم مو بهدف الان انا اذا جبتها افوز جاهز الجوال 10 عقابات 10 عقابات حلو بالله 10 عقابات حلو عشر رقابات يعني نسبة فوز قليلة ما يا ايوه ثلاثة بسم الله والله العظيم اني ادري الحكاتك هذه يا رب عقاب يا رب عقاب يا رب عقاب بسم الله ها خلي سناب اللي بعده سناب اللي بعده سناب في جوائز خرافية وفي عقوبات خرافية وش حاطين انتم ترى والله ما ندري وش العقوبات اللي حاطين والله ما ندري بس ان شاء الله انها عقوبات يلا نقول بسم الله بسم الله يدي فيها بركة اسوي لا انا واحد اثنين ثلاثة بسم الله بسم الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جائزة ان شاء الله جائزة طول لفها قوة فارس ايوه 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 ايش اصبر عطر وادواد والله ترى صدفة وين وين العطر حل 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 عطر من الماجد للعود يا سلام يا سلام يعني عطني عطني زايد عندك اقول عطني زيادة عطر يا حبيبي يلا يستاهل يستاهل انصحكم فيه ترى جدا جميل ترى الباقيات ترى والله مو باعلان لكن هذا سبحان الله طلع من اللي نعلن له التحديات الجايه ان شاء الله اني بفوز باشياء ان شاء الله يطلع له عقاب باذن الله بين التحديات ان شاء الله وفي تحديات ثانيه الجوائز تصير لكم انتم